السلام عليكم طلاب، نبدي شرح محاضرة Presenting Symptoms in Respiratory Disease بمادة الميديسن أو الباطنية. طبعا محاضرة سهلة إن شاء الله وواضحة تقريبا، ما بيها كثير تعقيدات مثل بعض المحاضرات الموجودة بباقي محاضرات الباطنية. Respiratory Symptoms، ايش الاعراض اللي ممكن نشوفها اذا شخص عنده مشكله بالجهاز التنفسي او بالريسبيراتوري سيستم؟ ممكن انه نشوف كف، اللي هو الكف هو عباره عن رد فعل مناعي اللي هو ريفلكس ميكانيزم. السبيوتوم هيموبتسيز، السبيوتوم ممكن نشوف سبيوتوم هيموبتسيز انه الشخص يقح دم. تشيست بين، الدسنية، صعوبة التنفس أو الويزينج، وكل واحدة راح نعرف أسبابه وين نشوفه وكل واحدة إيش تنطينا أو تنطينا فات سيمبتومز لفلان مرض. الكوف أند سبيوتوم، كوف the most frequent symptom of respiratory، يعني أكثر أعراض متكررة أو موجودة تقريبا بكل الكل respiratory disease. ممكن أنه نشوف الكوف والسبيوتوم لان الريسبيراتوري ديزيز هو عباره عن، خلينا نقول، برونكاي وتريكيا وكل هاي الاشياء. من تتعرض الفد اريتنت معين، انفكشن يعني، او ميوكس سكريشن يصير بيها، اوفر ميوكس سكريشن، اوكي، فبالحاله راح يصير بيها اريتيشن وراح يبدي الكف ريفلكس اللي هو حتى يطلع هاي البارتيكلز او الميوكس، كذلك يجمع هاي البارتيكلز وتدفع السيليا لما يصير عندنا سبيوتوم ويعني نطرحه للخارج. تمام، فهو مثل رد فعل مناعي، خلينا نقول الكف وسبيوتوم، فاكيد موجود بكل او تقريبا اغلب الريسبيراتوري ديزيز. A normal protective mechanism that ensures the removal of mucus and foreign particles from the airways. يعني هو normal، يعني ميكانيزم تحمي الجسم. Remove from mucus and foreign particles from the airways. زين. Impairment of cough reflex is harmful. يعني ضعف أو اعتلال هذا الكف reflex is harmful. يعني إنه القحفة مرة ضعيفة معناته أكو هو مضر، وكذلك معناته اكو فد خلل معين او اكو فد مشكله او اكو فد ديزيز. كف ديو ديزيزز از بيرسيستنت اند اكسسيف. الكف ديو ديزيز يعني اللي يكون عندنا مرض الكف تكون بيرسيستنت، يعني متكرره او يعني اي متكرره واكسسيف كثيره. زين، فيز اوف كف، اشو يصير هاي الميكانزم اوف كوف؟ الكوف تبدي ب ديب انسبيريشن، يعني انسبيريشن او شهيق عميق بالبدايه او شهيق قوي، فولود باي سترونج اكسبيريشن، انه راسا تسوي زفير بنفس اللحظه، بس اشنو الجلوتس تكون مغلقه، اوكي، اجينست كلوزد. بهالحاله اشنو راح نزيد الضغط هون، انه اكو الدايفرام اي يدفع، اوكي، الريسبيراتور المصل عاد تدفع الرئه، عاد تسوي زفير من عاد تدفع الرئه against the glost، فعايزيد الضغط داخل الرئه، اوكي، وعلى غفله او بنفس اللحظه تنفتح الجلوتس، اوكي، او تنفتح الجلوتس، وبهالحاله راح يصير عندنا explosive flow of air، يعني فد اندفاع للهواء كلش قوي، followed by restoration of respiration، وبعدها ترجع تتنفس طبيعي. زين، او تسوي شهيق طبيعي. الابنورمال كف، ايش هي الابنورمال كف؟ loss of explosive component، يعني ما يكون عندنا القح الغير طبيعي، يعني بالحاله الطبيعيه ممكن نشوف شخص يعني تعرض لتراب او فد فورين بودي دخل لل الريسبيراتوري تريكيا مثلا، او يعني تعرض لاي اريتنت او المدخن ابسط شيء، انه يصير عنده فد قحه يعني بسيطه، اوكي، قحه طبيعيه يعني. زين، الابنورمال كف، ايش المميزات مال الابنورمال كف؟ انه اللي تكون ناتجه عن ديزيز،
loss of explosive component، انه تكون القاحة ما بيها هذا ال explosive component، ما بيها هذا ال... ما تكون قاحة قوية. احنا قلنا انه من impairment of cough is harmful، انه من يصير عندنا اعتلال او ضعف بهاي القاحة فشيء مضر او ما طبيعي اصلا. زين of course in respiratory muscle من اي متى يصير هذا ال loss of explosive component؟ من يكون عندنا loss respiratory muscle paralysis، يكون عندنا شل بعض عضلات respiratory muscle، اوكي ما عاد تتفاعل مثل الدايفرام، يعني ما عاد يتفاعل بشكل قوي، فما يكون عندنا هذا الاكسبلوز كومبوننت، ما عاد يزيد الضغط داخل الرئه لدرجه انه يصير عندنا فد اير فلو كلش قوي بالكاف. اند فوكال كورد بالسي، يعني انه كذلك الفوكال كورد بالسي، انه احنا نعرف انه الجلوتس موجوده باللارينكس، اوكي الا مع الفوكال كورد، فما من يصير بيها شلل او بالسي بهاي الفوكال كورد، فما يصير عندنا غلق للجلوتس، او غلق الجلوتس يكون كلش ضعيف، فبهالحاله هم راح نفقد الاكسبلوزيف كومبوننت اوف كف، انه البلود فلو ما راح يطلع بالقوه المناسبه، وما راح يزيد الضغط داخل الرئه بالقوه المضبوطه اللي تسبب لي الاكسبلوزيف كف، اوكي او الكف الطبيعيه، فبهالحاله صارت ابنورمال كف. زين paralysis of the vocal also makes the cough prolonged. The paralysis of vocal cord يجعل الكف prolonged. ليش؟ انت عتقح وما عيطلع الهواء، الضغط ما قوي، فالاير فلو عيكون بطيء كلش، بهالحالة الكف تكون prolonged يعني مطولة. زين low pitched and inefficient، يعني ما فعالة هاي الكف، اوكي ما بيها فد يعني ما اطلع لي الفورين بوديز او ما اطلع لي هذا الميوكس. ليش؟ لان الضغط داخل الرئه ما بهذاك، ما صار بهذيك القوه اللي يطلع لي الفورين بودي او هذا الايرتنت اللي دخل، تمام. فا inefficient يسموها البوفاين كف، قحه البقر اعتقد، انه ما بها اي فائده، يعني بس مجرد كف عتصير وعين قطع نفس الشخص وعت يصير paralysis بالrespiratory muscle، عاد تتعب اصلا الrespiratory muscles، وكل هذا لا شيء، يعني النتيجة لا شيء، انه inefficient ما بيها اي فائدة. زين commonly associate with hoarseness of voice، وغالبا يكون مصحوبة بhoarseness of voice. ليش؟ لان عندنا paralysis بالvocal cords، احنا اي خلل باللارينكس راح يأثر لنا على الصوت، اوكي فراح يسبب لي هورس نفوز، وهو البحة بالصوت راح يسوي. زين causes of cough، اشنو الاشياء اللي ممكن تسبب لي cough، او اي ميل اورجنز اللي ممكن تتضرر او يصير بيها فد خلل معين وتسبب لي cough. الفارينكس، يعني اذا صار عندنا خلل بالفارينكس مثل البوست نيزل ديستارج، يعني اوفر ميوكوس سكريشن، اوكي بالبوست نيزل كافيتي، ينزل على التريكيا على غيره، ينزل يعني لي جوا على اللارنكس على التريكيا، تمام، فيسبب لي فد نوع من الاريتيشن، وبالحاله راح يصير عندي ريفلكس اوف كف. ابي حالات الراينايتس اللي هي الالتهاب او انفلاميشن اوف ذا ميوكوس ممبرين اوف ذا نوز، والساينوسايتس اللي هي التهاب الجيوب الانفيه، هذا دائما يصير عندهم بوست نيزل ديسشارج، ونشوف عندهم انه يصير عندهم فد كاف ريفلكس. ليش؟ لان عي يتجمع الميوكوس وعي ينزل على التريكيا وعي يسبب لي اريتيشن، وبهالحاله عي يصير عندي كاف ريفلكس. اللارينكس، باللارينكس نفسها اللي هي الهوبينج كاف او السعال الديكي، اوكي احنا ذكرنا انه اي مشكله تصير باللارينكس الصوت مال الكاف راح يطلع عندنا مختلف. زين لارنجيتيز اللي هي التهاب الحنجره، لارنجيال تيومر، او يكون عنده لارنجيال تيومر، اما يكون التهاب باللارينكس نفسه او يكون فد ورم او فد شيء يضغط على اللارينكس فيسبب لنا الهوبينج كف، او ممكن حتى بحاله السعال الديكي اللي هو مرض الضحك اصلا. زين التريكيا، ممكن عندنا خلل بالتريكيا، اوكي مثل التريكيتيز اللي هي التهاب التريكيا. برونكاي، ننزل على البرونكاي اللي هي من تتفرع على الرئتين. اكيوت برونكيتيز، التهاب البرونكاي. زين كرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز سي او بي دي، زين اللي هو اي اريتيشن ممكن يسبب لي الكاف بالحاله، لان هي اصلا اوبستركتيف ديزيز، انه
تسبب لي تضيق بالبرونكاي، فهذا راح يسبب لي كذلك كفر فليكس بالمونري العفو الاسثما، وكذلك برونكاي كارسينوما او البلون كانسر او الاسثما. هاي من اعراض هاي الامراض الرئيسيه انه اكو كفر فليكس. زين لونج بارنكيما، هو شوفوا بداها من فوق يعني من الفارينكس اوكي، ونزل على اللارينكس وبعدين على التريكيا بعدين على البرونكاي، هسه باللونج بارنكيما باللي هي بالفانكشنال سيلز مال الرئه. احنا اي بارنكيما راح نشوفها انه هي الفانكشنال سيلز اوكي، بارنكيما اوف ذا ليفر اوف ذا لونج اوكي، معناته الخلايا اللي الفعاله او اللي هي الالفيولاي بهالحاله. من يصير عندنا نيمونيا اللي هي الانفلاميشن بالالفيولاي نفسها، تيوبركلوسيس اللي هو مثل يصير مثل الفراغات بالرئه او ابسيسس كذلك. زين او البرونكي تاسيس هو توسع بالبرونكاي اوكي، وراح نجي نشرحه من نصله. زين بالموناري إديما، انه يكون عندنا فد تجمع الفلودز داخل الرئة، وبالحالة راح يسبب لي فد كف ريفليكس. بالموناري فايبروس كذلك يسبب لي كف ريفليكس. دراك سايد افكتس اللي هو مثل خلينا نقول الالرجي رياكشن، هذا انه قريب كلش للالرجي رياكشن اللي هو الاي سي اي انزايم انهبيتر اللي هو ال انجيوتنسين كونفرتينج انزايم انهبيتر، يعني هو مثل ما يصير اصلا بكل الناس، هذا من 10 الى 15% من البيشنت يصير، فهو تقريبا او كلش قريب على الالرجي رياكشن. زين كاركتيرستيك فيتشرز مال الكف، كف فروم لارنجيال ديزيز، يعني كل اشنو الميزات مال كل اورجان من يتضرر، وكذلك يعني مميزات الكف مالته شلون تكون. الكف من اللارنجيال ديزيزز مثل ايش كان عندنا باللارنجيال ديزيز مثل البيرتيوسز او اللارنجيتيز او اللارنجيال تيوبر، يكون associated with hoarseness of voice، لأن قلنا أنه الـ vocal cords هنا عتتضرر وعيصير بيها paralysis، فراح تتغير الصوت أو يكون عندنا بحة بالصوت، غالبا تكون painful accords and paroxysms، يعني تكون على شكل نوبات associated with stridor and bovine cough. الباروكسيزم يعني تكون على شكل نوبات. ستريدر ايش كانت والله اللي هي هارش جريت، يعني مثل يكون مثل الخرخشه بالصدر اوكي، وتكون بوفاين كاف، لان احنا ذكرنا انه من يصير بارالايزز بالفوكال كورد راح تفقد الكاف الافشنتلي مالتها، فتكون انفشنت، وبهالحاله راح تكون بوفاين كاف وتكون مصحوبة بخرخشة بالصدر. يعني هاي كلها يعني أعراض قريبة، لأن أو تكون نسمع أصوات أكثر شيء بهاي الكف، لأن باللارينكس ويم الفوكال كورس، فأكيد راح تكون أغلبها أو الأعراض مالتها تكون على شكل أصوات. زين كف أوف التراكيتيز اللي هي بالتراكيا، يكون عندنا التهاب بالتراكيا، هذا غالبا راح نشخصه او راح تكون المميزات مالته انه يكون رو ريتروستاينال بين، ريتروستاينال بين يعني يكون عندنا فد بين خلف عظم الستيرنوم، يعني تقريبا سنترال تشيست بين خلف الستيرنوم، هذا نتيجه التراكيتيز. زين كوف اوف اسما نتيجه او بسبب الاسما، غالبا تكون دراي، يعني هي الكاركترستيك فيتشر مال الكف، يعني الأسماء هي تكون دراي، يعني ما بيها أي إفرازات أو ما يكون الأسماء، وبس مجرد أوبستراكتيف، إنه مجرد ال إيش اسمه الإيرويز عصير بيها كونستريكشن نتيجة أي إيرتين، فماكو أي ميوكس سكريشن، ماكو أي إنفكشن، ماكو كل هاي الأشياء، هو أوبستراكتيف إنه بس عصير فد كونستركشن بالايرويز
يمنع لي التنفس بشكل طبيعي، فتكون دراي انه نون برودكتيف او ماكو اي ميوكس بالاسما. worse at night and early morning، تكون بحالة النايت او بال early morning، لان من شخص يعني ينام او يتمدد راح يصير اكسترا بريشر على 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 التشيست واللنج، فبالحالة هذا الشيء راح يسبب لي ال ال الكف اوكي، او راح يسبب لي اريتيشن لل ايرويز، ويكون لي عندي فت كف ريفلكس. من يكون عندنا من نتعرض للاريتنس، اريتنس اي اريتنس يعني بكل الاحوال من يدخل اي اريتنت للرئه راح يصير لي كف ريفلكس. فعشان بحاله الاسماء انه شخص كلش متحسس الايرويز مالته بهالحاله، فاي اريتنت بسيط ممكن انه يفعل لي الكف ريفلكس لابو الاسماء. ديسنيا اند ويزنج، يكون مصحوب ديسنيا اند ويزنج، لان هو obstructive disease انه شخص ما يقدر يطلع الهواء فبصعوبه يتنفس، وكذلك يكون اكو ويزنج انه مثل ويزنج صوت داخل بالتنفس اصلا. وها نسيت انه الات نايت انه اكو فد اكسترا بريشر على اللنج، وبالايرلي مورنينج تزيد الكاف، لان احنا نعرف انه الميوكوس يتجمع بالليل داخل من شخص ينام، يعني الميوكوس راح يتجمع داخل الايرويز اوكي، لان احنا بحاله الفلات فالسيليا ما ادفع فيندفع على فد منطقه ويتجمع، يعني نتيجه انه تجمع هذا الميوكوس او صار له موبيلايزيشن من الـ من الـ من النيزال كافيتي، نزل على يسموه ديجيتال فلاي يعني الفلات بوزيشن، فبهالحاله راح يزيد الكاف ريفلكس لابو الاسما بحاله المورنينج من يقعد الصبح، يعني نتيجه تجمع الميوكس. طبعا اغلب الامراض راح نشوف انه بالايرلي مورنينج تزيد عنده نتيجه تجمع هذا الميوكس. زين كوز اوف كرونيك او الكاف اوف توف اوف كرونيك برونكيتيز، التهاب بالبرونكاي، كان بي دراي اور برودكتيف حسب نوع الانفكشن اللي عايصير او حسب نوع الانفلاميشن اللي عايصير، فممكن انه يكون دراي او برودكتيف يعني ميوكوس سكريشن او باس او اي كان. وورس ان ذا مورنينج، ليش يزيد بالمورنينج؟ لان احنا ذكرنا انه تتجمع عندي الميوكوس سكريشنز من شخص يكون نايم ويقعد اوكي، فهاي الميوكوس اللي تجمع راح يصير بي موبلايز يعني راح يتحرك، تمام؟ من يتحرك داخل الاسمو راح يسبب لي اريتيشن، وبهالحاله راح يفعل لي الكف ريفلكس. زين كف اوف لنج كانسر، ابو اللنج كانسر يعني هذا اصلا يعني منتهي ما يوصل وضعيه، هم اصلا عنده اورام بالرئه وكل شيء عنده، يعني اريتيشن مستمر عنده، فعنده بيرسيستنت انه الكف مع اللنج كانسر انه تكون يعني موجوده دائما، يعني انه انه متكررة اي often with hemoptysis، ويكون يعني غالبا انه يكون معاه hemoptysis انه شخص يقح دم ابو اللنج كانسر، فالهيموبتسيس يعني فد سيمتوم كلش خطير انه، وهسه راح نحكي عليه لان يعني ممكن انه يكون عندنا لنج كانسر بالحالة. زين cough of tuberculosis أبو السن، يعني هذا هم كذلك ما يوصل وضعي أنا يمو أنه أكوفة باس فورميشن. وطبعا بالمحاضرة مع الانفكشن حكينا عن التوبركلوسيس بشكل كلش مفصل، بكر شرحه. زين product of purulent sputum، ممكن أنه purulent لأن التيبي أو التوبركلوسيس يكون لي فد كافيتيز داخل الرئة، تمام؟ لأن البكتيريا راح تسبب لي فد كافيتيز داخل الرئة، وكذلك هي ال الانفكشن مال التي بي يكون على شكل باس فورميشن اوكي، يكون مثل الابسس على شكل الابسس او قريب للابسس، يكون عندنا فد منطقة سنترال بيها فد باس فورميشن وحول المايكروفاجز متجمعة وكل هاي الاشياء مشروح بمحاضرة الانفكشن. زين فممكن انه نتيجه هذه الباس فورميشن اللي عايصير ونتيجه الانفكشن
ممكن انه يكون عندي برلنس بيوتم، وكذلك يكون لونه اصفر كذا بهالحالة. كونلي with hemoptysis، كذلك ممكن يكون يكون عندنا hemoptysis بجماعة tuberculosis، لان هاي الكافيتيز باللنج ممكن انه تسبب لي bleeding داخل اللنج. اوكي، يعني انه يصير كافيتيز داخل اللنج ممكن انه تسبب لي bleeding، وبهالحالة يصير عندنا hemoptysis، انه الشخص يبدي يقح دم. cough of bronchiectasis، bronchiectasis هو شوف توسع بالبرونكاي، انه هاي البرونكاي بحالة طبيعية. اوكي، يصير بيها فد كرونيك، يعني كرونيك انفلاميشن، تظل متعرضة للانفلاميشن بشكل مستمر مستمر مستمر، فراح يتضرر هذا الجدار مال هاي البرونكاي. اوكي، يتضرر 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 لما اش يفقد. اول شغله راح يصير انه يفقد الالاستيك فايبرز مالته، احنا نعرف انه هذا من يتوسع يرجع يتضيق. اوكي، بي الاستيك فايبرز البرونكايز بيها الاستيك فايبرز انه تتوسع وتتضيق. اوكي، فاول شغله راح تصير انه راح تفقد الالاستيك فايبرز مالته، تمام، البرونكاي راح تبدا تفقد الالاستيك فايبرز مالته، فهذا ايش راح يسبب له؟ مثل التوسع راح يصير بيها. اوكي، شلون شلون برونكاي هذه، يا الله، اي طبعا رسمي زفت زين، انه يصير مثل بيها مثل التوسع. اوكي، خلينا نمثلها كذا، تحملوا الرسم والزفت بس. اوكي، يعني اوكي، انه هاي المنطقه تعرض للانفلاميشن مستمر مستمر مستمر، فصار بيها مثل التوسع. اوكي، فممكن انه يسبب لي اوبستركتيف ديز، انه الهواء ما يطلع بشكل، راح يسبب لي مثل الخلل بالايروي. اوكي، وكذلك الميوكس راح يتجمع بهالحاله، الميوكس بهاي البرونكيكتاسز راح يتجمع. ليش راح يتجمع؟ الدامج المستمر اللي عايصير او توسع اصلا هاي اللي اسمه الالفيو السيليا اللي موجوده هنا راح تفشل انه تدفع هذا الميوكس، وكذلك انه راح يصير عندي اوفر ميوكس سكريشن نتيجه الانفلاميشن اللي عايصير، فراح يتجمع الميوكس هنا بشكل غزير. اوكي، فهي غالبا تكون كوبيا سبيوتم، مصحوبه بكوبيا سبيوتم، نجد انه عايصير عندنا توسع، السيليا ما عاد تقدر تدفع هذا الـ 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 او راح تفشل انه تدفع هذا السبيوتم، نتيجه انه تتضرر 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 فتفقد الفانكشن مالته اصلا. اوكي، فراح يتجمع عندي السبيوتم هنا بشكل غزير. اوكي، والميوكس سكريشن فغالبا تكون مصحوبه بكوبيس سبيوتم، انه افراز الكوبيس بشكل كلش كبير. جماعه البرونكيكتاسيس موست بيورلنت، بيورلنت ليش؟ ليش تكون عندنا باس هذه التوسع بالبرونكي برونكيكتاسيس؟ ايش حيسبب لي؟ ما يتجمع الميوكس، الميوكس طبعا هو اللي يجمع لي البكتيريا ويطلعها خارج الجسم، فعيتجمع الميوكس، السيليا ما عاد تدفعه، فمن عيتجمع عيجمع لي معاه البكتيريا، وهاي عايصين لي مثل البيئة مناسبة انه البكتيريا تنقسم وتتكاثر بي، ويعني عيد عند البكتيريا هذا الميوكس اللي عيتجمع بهاي المكان. اوكي، فممكن يكون بيرلنت نتيجة الانفكشن اللي عيصير، تمام. induced by changing posture، ليش تزيد الكف بهالحالة؟ changing posture لأن هذا الميوكس اللي عيتجمع هنا ممكن إنه بالحركة بالهاي ينتقل من هاي المكان على هاي المكان، يصير هنا ينزل يصعد. أوكي، فراح يسبب لي irritation بهالحالة، فراح تزيد عندي الكف بهالحالة. زين، intermittent hemoptysis ممكن إنه يسبب لي hemoptysis، ليش؟ لأن هذا irritation مستمر لل او كرونيك انفلاميشن، ممكن انه يصير لي فد التشو يصير له دامج بشكل مستمر، ممكن انه يضرر لي البلود فيزلز بهالحاله، ويصل الدمج للبلود فيزلز يسبب لي هيموبتسيس. زين، كاف اوف اكيوت بالمونري اديما، عندنا تجمع للسوائل داخل الرئه، فهذا راح يسبب لي irritation ويفعل لي او يكون عندي فت كف ريفلكس associated with severe dyspnea، ممكن انه يصير عندنا severe dyspnea، dyspnea انه الشخص يعني عنده صعوبه بالتنفس.
زين ليش سفير ديسنيا شخصا الطبيعة مالته مليانة بالسوائل والدم ويعني مليوسة يم الوضعية، فأكيد راح يصير عنده ديسنيا أنه جزء كبير من الرئة راح يخسر الفانكشن مالته، ما يكون فانكشنال أصلا، ما يصير بي أي تنفس نتيجة الإدم اللي عايصير أو تجمع السوائل اللي عايصير، أنه الأيرويز مالته تكون مليانة بالسوائل، فأي ما راح يصير أي تنفس بالحال. زين production of froth sputum ممكن يكون عندنا froth sputum نتيجة الأوديما الإديم اللي عصير، تمام؟ ممكن يكون عندنا froth sputum الإديم، نحن نعرف إنه ممكن يكون عندنا exudative إديم، أوكي إنه إديم بها exudate إنه بروتين، فبالحال ممكن إنه يسبب لي froth sputum. زين فروث طبعا إنه رغوي يكون أو لونه أبيض. زين الكرونيك كاف احنا حكينا على اعتقد هاي كانت كلها للكيوت كوف، كان لا كانت سبيتر. زين الكرونيك كوف انه هو الكوف بشكل مستمر عنده على مدى طويل، غالبا تكون unproductive كوف يعني ما بيها اي ميوكاس او كل هاي الاشياء، lasting for more than 8 weeks ممكن تستمر الاكثر من اسابيع او شهرين، in the presence of normal chest x-ray يعني الشخص نشوف انه عنده normal chest x-ray and spirometry is termed chronic cough، يعني الاكس-ray مالته مال chest تكون طبيعية، يعني قصده انه ما عنده لا lung cancer لا tuberculosis لا كل هاي الاشياء. زين والspirometry is termed chronic، الspirometry مالته طبيعية، يعني يقول انه ما عنده لا نيمونيا ما عنده الأسما نفسه، أوكي اللي السبايرومتري مالته طبيعية، فبالحال نسميها كرونيك كوف. إيشني الأسباب مال هاي الكرونيك كوف؟ إنه الشخص عنده كرونيك كوف بشكل مستمر، بوست نيزل ديسشارج سيكندري تي تو راينو ساينوسايتس، البوست نيزل ديسشارج إنه هو شخص عنده أوفر ميوكاس سكريشن بالنوز أو بالجيوب، يعني جماعة الجيوب الأنفية، وهنا راينو ساينوسايتس إنه جيوب أنفية وإنفلاميشن بالميوكاس ممبرين مع النوز، فراح يصير عنده بوست نيزل ديسشارج بشكل مستمر، فبهالحالة راح يسبب لي كرونيك كاف، إنه هذا الميوكاس اللي يتجمع بالنوز أو اللي يصير له سكريشن بالنوز عينزل على برونكاي وعيسبب لي فد إيريتيشن وعيصير لي مثل كرونيك كاف أو عيسبب لي إيريتيشن أو كاف ريفليكس بشكل مستمر فيسبب لي كرونيك كاف. كاف فاريانت أسما وير كاف إز ذا برينسيبل أور إكسكلوف مانيفيستيشن أوف أسما، يعني هنا ما عندنا أي عرض من أعراض الأسما بس الكاف، بس مجرد إنه عندنا كاف بشكل مستمر فبهالحالة نسميه كاف فاريانت أسما، أوكي إنه بس عندنا الكاف، بس عندنا الاعراض من الاسمه كله بس عندنا الكف، ما عندنا لا بوست نيزل ديسشارج ولا هاي الاعراض الباقيه، اوكي بس انه عندنا كف بشكل مستمر، تشيس اكس راي طبيعي، السبايرومتري طبيعي، بس انه كف مستمره، فهذا نسميه كف فيريانت اسما، انه من الاسمه كله بس عنده الكف. زين جاسترو اسفيجيال ريفلكس ديزيز وذ اسبيريشن، انه شخص عنده جاسترو اسفيجيال الجي ار دي اللي هو استرجاع مستمر من الإسافيغاس، نحن نعرف إنه الإسافيغاس والتراكي يعني وحدة من الأخ تقريبا، فنتيجة هذا الريفلكس اللي عصير ممكن إنه هاي الفلوتس اللي عاد تصعد من الإسافيغاس ممكن إنه تدخل التراكي وتسبب لي يعني الشخص إنه يسوي له أسبيريشن يعني يتنفس أو تدخل التراكي وتسوي لي فد اريتيشن او كاف ريفلكس بهالحاله. زين اي سي انهيبيتر كاف اوكيورينج ان 15 ل 25 اوف بيشنتس، يعني هذا مثل اللي حكينا انه مجرد تفاعل حساسيه وسبب لي اريتيشن وكاف ريفلكس 15 من 10 ل 15% اوف بيشنتس، هوبينج كاف ديو تو بروديتيلا بورديتيلا بيرتوسنس انفكشن، انه هو الانفكشن بواسطة هاي البكتيريا ممكن انه يسبب لي هوبينج كاف، وهو نفسه السعال الديكي وهي نفس البكتيريا اللي يسبب لي سعال ديكي يسبب لي كرونيك كاف. زين
الهيموبتسيس. هيموبتسيس هو كافينج اب بلود ريسبكت اوف سم، يعني انه شخص عيقح دم بغض النظر عن كميه هذا الدم اللي ايش اسمه انه شخص من عيقح دم هاي يسميه هيموبتسيس. زين it's serious and alarming symptom to the patient، يعني فد symptom كلش خطير والارمينج، انه يعني يستدعي انه الشخص يروح للطوارئ او يستشير طبيب بهالحاله، يعني فد اعراض يعني فد symptom كلش خطير. هذا it should be differentiated from hematemesis اللي هو انه شخص يسوي vomiting او blood انه يزوع دم، and from gum or nose bleed أو من الابستاكسس اللي هو من إنه شخص عي يصير عنده يعني خشمه عي 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 يصير بيه نزف بالدم، أوكي؟ فلازم نفرق بين الابستاكسس والهيمي هيماماتيمسز ما أعرف شو مصطلح هذا والهيموبتسز، يعني كل واحد منهم شكل او كل واحد منهم بمنطقه شكل، بس انه ثلاثتهم يطلعون من الماوث، او ممكن انه يطلعوا من الماوث، وبالحاله لازم نفرق بيناتهم. زين كم كوزز، وغالبا الهيما ماتامسيز هذا يكون لون البلاد مختلف نتيجه الجاستريك اسيد، اوكي؟ انه شخص عايصير عنده مثلا ألسر، اوكي عنده بيبتيك ألسر، بيبتيك ألسر انه ممكن يصير بليدنج بالمعده، اوكي؟ او اي تفرز يعني يصير اكو بليدنج داخل المعده، فالجاستريك اسيد وكل هاي الشغلات الموجوده جوا تخلطوا مع الفود وهاي، فلون البلاد اصلا يطلع مختلف او يختلف عن لون البلاد الطبيعي، تمام؟ وكذلك بالفورث جام او النوز بليد الابستاكسس ممكن يكون مع ال يعني خلط مع السبيوتوم، اوكي؟ واللي هو قريب يعني على هاي، بس يكون على شكل مثل جم، يعني مثل شلون يكون مثل يكون متخثر بهالحاله، اوكي؟ بالنوز بليد. اما الهيموبتسيس لا، انه شخص عيقح دم، ممكن انه يكون على شكل بارتيكلز، اوكي؟ بس يعني نفرق بيناتهم. Common causes of hemoptysis. إيش هي الأسباب أو ممكن الأمراض اللي تسبب لهم؟ Lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis, pulmonary embolism, acute bronchitis, والنيمونيا. Lung cancer إنه شخص عنده يعني سرطان بالرئة، فراح يبدي إنه يقح دم. Tuberculosis كذلك شرحنا إنه بالtuberculosis يكون عندنا فت cavities. هاي الكافيتيز ممكن تسبب لي فد بليدنج بداخل الرئة أو وهيموبتسيس. برونكيكتاسيس كذلك يعتمد على 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 الاريتيشن المستمر أو الدامج المستمر اللي عايصير للبرونكاي، ممكن إنه يسبب لي فد ضرر للفيزلز الموجودة ويسبب لي هيموبتسيس، أو ممكن إنه حتى سبب نتيجة الانفكشن اللي عايصير. بولمونري امبوليزم انه عايصير عندنا pulmonary embolism، عايصير عندنا احتشال الدم داخل الرئة، الدم عيتجمع داخل الرئة في ايديم، وممكن انه يصير عندنا انه الدم يدخل داخل الرئة، يعبر داخل الرئة، ما يصير عندنا بس ايديم، لا انه الدم يبدي يعبر، اوكي؟ يصير عندنا bleeding داخل الرئة، فممكن انه يسبب لنا hemoptysis. الacute bronchitis انه التهاب البرونكاي كلش حاد، راح يضرر لي كذلك blood vessels الموجودة، ممكن انه يسبب لي hemoptysis. النيمونيا انه عندنا فد انفلاميشن داخل الفيولاي نفسه، فكذلك ممكن يسبب لي هيموبتسيس. زين كاركترستيك فيتشرز، الهيستوري اوف ريبيت سمول هيموبتسيس اور بلود ستريكينج اوف سبيوتم از هايلي سجستيف اوف لنج كانسر باي بارتيكولر سموكرز، انه الشخص اي قح دم يعني بشكل مستمر، اوكي ريبيتد وسمول اماونتس يعني فد كميات كلش قليله، اوكي؟ او بلود ستريكينج اوف سبيوتر يعني مع السبيوتر ممكن انه يطلع، از هايلي سجستيف انه ممكن هذا يكون لنج كانسر، انه يكون ريبيتد، ما شرط انه يكون بشكل كثير متكرر يعني، بس انه بين فتره وفتره وكميات قليله وكيد يزيد يعني مع الوقت، هاي تزيد هاي الفترات تقل
المدة بين الفترات تبدي تقل، فهذا هاي سجستيف لللانج كانسر، غالبا يكون بالسموكرز بالمدخنين. زين، هيموبتز ان اسوشيشن وذ فيفر سجست ان انفكشيوس كوز. الهيموبتس اللي يكون مصحوب بفيفر نتيجة انفكشن مثل الاكيوت كوز، يعني نتيجة انفكشن، اوكي انفكتيف كوز. زين، acute fever and hemoptysis occur in pneumonia or acute bronchitis. إنه يكون عندنا التهاب بالبرونكتيز أو النيمونيا، التهاب بالبرونك بالألبيولاي نفسه، فراح يسبب لي acute fever، فبالحالة هذا infectious disease. زين، hemoptysis in a patient with longer history of fever. طبعا هاي يحكي هاي إنه أشون نفرق بيناتهم أو أشون نشخص، هاي كلها تساعدنا بالدياغنوس بالحالة، انه هم كلهم يقحون دم، بس اكو شخص بين فتره وفتره هذا ممكن يكون لانج كانسر، اكو شخص عنده اكيوت فيفر، اوكي عنده فيفر مصحوب فيفر، فهذا ممكن انفكشيوس ايجن، اوكي. او هي مو تز بيشنت وذ لونجر هيستوري اوف فيفر ويت لوس، انه عنده لونجر هيستوري اوف فيفر، يعني عنده كرونيك فيفر بالحاله، عنده ويت لوس، انه فقدان بالوزن، نايت سويتنينج، عنده الاعراض ما ليش هاي اللنج ابسس او التوبركلوسز، هاي كل الاعراض مال التوبركلوسز. فبنشوف شخص عنده هيموبتسيس مع فيفر بس، هذا ممكن انفكشيوس كوز. طبعا التوبركلوسز هم انفكشيوس، يعني هم انفكشن، هو نتيجة انفكشن، بس خلينا نقول هنا اقل خطر، تمام، بس هنا يعني فد مرة مليوصة، يعني اللنج التوبركلوسز يعني يلعب لعب بالرئة. زين، فعندنا هيموبتسيس مع كرونيك فيفر، يعني لونجر هيستوري اوف فيفر، ويت لوس، فقدان بالوزن، نايت سويتنينج، فبالحاله تيوبركلوسيس. كافينج اوف فرانك بلود ويز اوت اسوشييتد سبيوتم، انه الشخص اي قح دم بدون اي سبيوتم، سجست فاسكولار كوز لايك بالمونري امبوليزم اور بليدنج، يعني الشخص اي قح بس دم بلا اي سبيوتم، بلا اي افرازات ثانيه، بس دم، فممكن انه يكون بالمونري امبوليزم اور بليدنج، صار انه عنده فد نزيف داخل الرئه نفسها. زين، او يكون عنده بالمونري امبوليزم اللي هو احتشاء بالاحتشاء الدم داخل الرئه، تمام، عنده خلل بالبالمونري ارتري مثلا، بي اوبستراكشن او مسدوده، فنتيجة الإمبولاي إنه وقف جلطة سادة هاي البالمونري، فعيصير احتشاء للدم داخل اللي اسمه إنه القلب عيضخ دم، والقلب والدم عيتجمع داخل الرئة، فراح يصير عندنا بليدنج داخل الرئة، أو عنده بليدنج ديسوردر، إنه أصلا شخص عنده بليدنج، يعني عنده فد مرض سواء كان وراثي أو غير وراثي، بس عنده بليدنج. زين، chest pain، فبالحالة راح يطلع بس frank blood، يعني دم بوحد بلا سبيوتم بلا أي شيء. chest pain، respiratory causes of chest pain، يعني هاي الأعراض كلها حكيناها، نوع إنه hemoptysis، الكاف، أوكي الأسند، يعني نحكي على chest pain. هاي كلها من symptoms مع respiratory disease. respiratory causes respiratory causes of chest pain are usually peripheral. دائما ال chest pain اللي يكون نتيجة respiratory disease غالبا يكون peripheral، يكون حول الصدر، أو يكون bilateral laterally، okay. ال central chest pain هاي طبعا هو المفروض كنا حكيناه بمحاضرة الكارديو، بس بعد ما شرحناه محاضرة، المهم راح نحكيها بمحاضرة الكارديو، انه ال chest pain that is central is most often a manifestation of heart disease، يعني اذا كان central ممكن انه او high suggestive لل heart disease، تمام، although it can occur esophageal disease، ممكن انه يكون عندنا، شوفوا هاي ال central chest pain، احنا ايش عندنا بالcenter او خلينا نقول بالمديستاينم، مديستاينم طبعا هي اللي بنص الصدر، صايره الفراغ اللي موجود بنص الصدر اللي يحتوي الاسوفيغاس، التريكيا، الهارت، كل هاي الشله كلها موجوده هنا بالنص، فاي خلل بهذول ممكن انه يسبب لي سنترال تشيست بين،
اما اذا كان ريسبيراتوري مثلا باللانكس لا بريفرال، وممكن انه يكون سنترال ويكون يعني ريسبيراتوري اوكي، بس احنا عم نحكي على الاحتماليه بهالحاله، عم يحكي بهاي الاسم مو انه احتماليه، انه اذا كان سنترال تشيست بين هذا احتماليه كلش عاليه انه يكون يعني ريسبيراتوري ان العفو كاردياك اوكي او اي نتيجه كاردياك ديزيز. اما اذا كان بريفرال فهذا هاي سجستيف او احتماليه عاليه انه يكون ريسبيراتوري ديزيز. زين chest pain that is central is most often manifestation of heart disease although it can also occur in esophageal disease. ممكن يكون عندنا esophageal disease aortic dissection انه يعني فد rupture بالاورطة نفسه as well as respiratory cause like massive pulmonary embolism. ممكن انه يكون يعني ما عدا الاورتيك ديسكشن او الاسوفيجال ديزيز او الهارت ديزيز اوكي السنتر تشيست بي، ممكن انه يكون ريسبيراتوري ديزيز بحالات لايك massive pulmonary embolism انه عندنا فد pulmonary embolism كلش قوي تريكيتيز بالتريكيا. احنا ذكرنا انه يكون عندنا ريتروسترنال خلف الاسترنال اللي هو سنترال تشيست بين اوكي بالتريكيتيز اللي هي التهاب بالتراكيا and mediastinal tumors أو أورام بالmediastinum نفسه يكون عندنا أورام وتأثر على 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 بعض إيش اسمه على بعض الأورجانز اللي موجود بالmediastinum. ممكن إنه يكون respiratory بالحالة، ممكن إنه هذا mediastinum tumors يكون داخل ال إيش اسمه بالتراكيا نفسها أو البرونكاي أوكي، فممكن يكون عندي بالمنطقة السنترال. زين respiratory causes of chest pain ايش هي الاشياء اللي ممكن تسبب لي chest pain؟ زين pleurisy العفو a sharp peripheral chest pain aggravated by deep breathing or cough that originates in the pleura. pleurisy هو sharp peripheral chest pain يعني يكون peripherally يعني بالبايلاترال او محيطي يكون chest pain ما central، لان يعني بالسنترال ما عندنا بلورا اوكي، هاي البلورا موجوده هنا موجود يعني موجوده بكل الصدر ما عدا منطقه السنترال اوكي، ما عدا منطقه السنترال ما بي اي بلورا، اللي هي البلورا اللي هي تحيط باللنج اوكي. فمن يكون خلل بيها اللي هو البيروسي شارب بريفرنت تشيست بين شارب اي متيزين بالديب بريثينج اور كاف ذات اوريجينز البلورا، بهالحاله عيصير عندنا البلورا عيصير بيها مثل الافيوجن اوكي، انه عتنطبق طبقتين البلورا وحده على الاخ اوكي، فبالحاله يصير مثل الاحتكاك بالبلورا عتنطبق وحده على الثانيه. ايمتى عتنطبق؟ بحاله الديب بريثينج من شخص عيتنفس فعتتوسع الرئه، فالبلورا عيصير بيها تقارب بالممبرين، هي البلورا عباره عن تو ممبرينز اوكي، فالتو ممبرينز مال البلورا واحد عيحتك على الثاني، فهذا عيسبب لي مثل الاحتكاك او فراكشن بالطبقتين مع البلورا، فهذا الشيء راح يسبب لي مثل chest pain او peripheral chest pain. ايه نتيجة deep breathing انه شخص عي يتنفس بعمق اوكي فحتوسع الرئة، او او بحالة الكاف، الكاف هم بيها deep inspiration بالحالة. زين pleural infection as in pneumonia, lung abscess, tuberculosis، هاي كل أمراض أكيد راح يكون يعني أكو فد هاي الأمراض عتعبر للبلورا أو الانفكشن عيعبر للبلورا، وبالحالة هم تقريبا لنفس السبب عتسبب لي فد فراكشن بالطبقتين مع البلورا أو فراكشن مع البلورا نفسه تمام، فتسبب لي الشيست بين. pleural infraction in pulmonary embolism ممكن انه يكون عندنا pleural infraction انه البلورا نفسها يقل البلود سبلاي عليها فنكروسس بيها او كذا، فبالحاله هم راح يسبب لي تشيست بين مثل البولمونري امبوليزم انه ال هاي الحاله نفسها اللي راح نحكيها بالكاردياك بال اللي حكيناها بال بالهيمودينامكس اعتقد حكينا على البولمونري امبوليزم بالهيمودينامكس. زين malignant infiltration of the pleura as in lung cancer، طبعا نقدر انه نحكي ونطول محاضره ونتعمق بهاي الامراض، بس احنا اوريدي ماخذيها ف
المفروض احنا قارين الهيمودينامكس، وهاي من نجي على هاي المحاضرات. الشغلات اللي ذاكريها ما راح نتعمق بيها كلش كلش، يعني الشغلات اللي مشروحة عندنا بالباقي المحاضرات ما نتعمق بيها، بس الشغلات اللي ما موجودة مثل هذا البرونكي تاسز انه ما كان عندنا اصلا او ما كمر علينا قبل فنشرحه. تيوبركلوز كذلك، اوكي احنا راح نحكي بتفاصيل بسيطة يعني، بس انه نتعمق بتفاصيل كلش عميقة لا، هاي اللي مشروحة قبل فما راح نتعمق بيها. زين، مالجنت انفلتريشن اوف ذا بلورا، لازم حتى لا تكون المحاضره كلش طويله وما تنقري او تكون ممله. زين، مالجنت انفلتريشن اوف ذا بلورا از ان لانج كانسر، انه باللانج كانسر كذلك يصير مالجنت انفلتريشن للبلورا. احنا نلاحظ انه الريسبيراتوري تشيست بين غالب يكون بالبرفرال نتيجة انه عتتضرر عندنا البلورا، اي ضرر بالبلورا يسبب لي هذا التشيست بين اللي يكون بريفرالي. زين، ممكن انه يكون سنترال بحالة التراكيتيز، اوكي انه عندنا التهاب بالتراكي نفسه فيسبب لي سنترال تشيست بين، لان هي ريترو ستيرنال موجودة خصف الستيرنال. ماسف بالمونري امبولزم كوز سيفير سنترال تشيست بين اند سيفير ديسنيا، ممكن يسبب ديسنيا اند سيفير تشيست بين، هاي الماسف بالمونري امبولزم. زين، musculoskeletal chest pain، وهذا غالبا يكون هذا كاردياك يعني. زين، musculoskeletal chest pain is exacerbated by movement and associated with local tenderness. المusculoskeletal chest pain يعني عندي فد المسلز مال الشيست يكون يعني نتيجة انه تشنج بيها او يعني يعني مهم بيها فت خلل معين. هذا ايه متى يكون عندي بالموفمنت، ما يكون بالايش اسمه يعني نتيجة انه من شخص عايز يتنفس، لا بالموفمنت مال التشيست عتصير عندي فد تشيست بين، فبالحالة عيكون عندي الخلل موسكولوسكليتال ما رسبيراتوري بالحالة. زين، malignant infiltration of the chest wall and ribs causing knowing continuous local pain. malignant infiltration of the chest wall and ribs انه عندنا فد تيومر او malignant تيومر داخل الشيست، فهذا المالجنسي عاد تعبر للشيست وول او عاد تعبر على الريبس، فبالحالة causing knowing يعني مثل يعني الـ هاي الكاركترستيك مع البين اشو يكون نوينج. احنا ذكرنا انه كان شارب فوق، بس بهالحال يكون نوينج يعني مثل اللي عض او 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 قضم او مثل يعني يقرص اكشي يعني هيك شيء. خلينا نقول continuous local pain يكون continuous مستمر لان تيومر عي يكبر وعي يظل بهالحال، and local pain يعني يكون موضع انه اقدر احدد المكان مالته، ما يكون بريفرال، ما يكون على محيط الصدر، لا يكون لوكال انه اقدر احدد مكان هذا البين او لان تيومر اي يدفع فد مكان معينه واقدر احدد مكانه لوكال بين. زين، نجي على الدسنيا، الدسنيا والبريثلسنس، انه الشخص حيواجه صعوبه بالتنفس، هي فيلينج اوف انكمفورتبل نيد تو بريث، يعني شخص ما يقدر يتنفس. كان بي فيسيولوجيكال تورك اكسرسايز، يعني ممكن انه يكون طبيعي، بس في اي حاله طبيعي انه شخص سوى فد اكسرسايز كلش قوي، تمام، فبهالحاله بحاله الاكسرسايز ايش حيصير، انه شخص سوى فد مجهود بدني كلش قوي، فأكيد راح يصير عنده فد shortness يعني breathlessness بشكل بسيط يعني، تمام، or pathological أو يكون نتيجة مرض where it's mostly due to disease of the lung or the heart. ال breathlessness أو الدسنية غالبا تكون نتيجة إنه مرض عندنا بال respiratory disease أو heart disease. زين، patient with dyspnea may present with chronic، طبعا هاي المحاضرة بيها تداخل كلش كبير مع محاضرة الكارديو اللي ان شاء الله راح نشرحها. patient with dyspnea may present with chronic exertional dyspnea or in an emergency with acute severe dyspnea. الاشخاص اللي يكون عندهم dyspnea
ممكن يكون عندهم chronic exertional dyspnea or an emergency with acute severe dyspnea. ممكن انه يكون عندهم dyspnea بشكل chronic مستمر، اما تكون مع الاكسرسايز او بدون الاكسرسايز، يعني شخص لياقته فد مره تعبانه ومنتهيه. تمام، امتصاص الاكسجين عنده بجسمه مزفت، تقلت الحركه وكل هاي الاشياء تقلل اللياقه، وبهالحاله راح لي انه الدسنيا صعوبه بالتنفس هاي. فتشوفون عند اي مجهود مثلا صعد درايج ونزل، يعني هذا ما فد مجهود ينذكر انه شخص يعني صعد درايج ونزل سوى فد اكسرسايز كلش قوي، فشوف عنده فد دسنيا بهالحاله. فهاي كرونيك نتيجه انه قلت الحركة وماكو لياقة وكل هالأشياء، فممكن إنه يكون كرونيك. وغالبا هاي تكون يعني دسنية بسيطة، وهذا نفس الشخص اللي يكون مناعته تعبان، العفو اللياقة مالته تعبانة، شو من يسوي فد اكسرسايز كلش قوي، لا راح يصير عنده فد دسنية كلش قوية. زين، او ممكن انه تكون اكيوت ديسنيا، اكيوت سيفير ديسنيا، هذا جماعة الطوارئ، انه شخص بالطوارئ حالته دتشت وصار عنده ديسنيا. زين، فاما انه هي تكون بشكل مستمر او بحالات معينة بالطوارئ. زين، يجي يحكي على كرونيك ديسنيا، انه صعوبة التنفس يعني، بس انه يعني هذا الشخص يعاني منه فترة طويلة، انه دائمية خلينا نقول. زين، such presentation can be due to heart disease، ممكن انه يكون نتيجة heart disease اللي هو chronic heart failure or to respiratory disease، ممكن انه يكون نتيجة heart disease او respiratory disease، انه شخص عنده chronic heart failure انه شخص عنده مشكلة بالقلب، فممكن انه يعاني من chronic dyspnea صعوبة تنفس، انه العضلة مال القلب تعبانة وما عاد ضخ دم بشكل جيد للجسم، ف راح يكون عنده صعوبه بالتنفس بالحاله، لان يعني الاكسجين ما عي الجسم ما يتشبع بالاكسجين، تكون عنده صعوبه بالتنفس. زين، patient with cardiac dyspnea commonly have، الاشخاص اللي تكون عندهم cardiac dyspnea نتيجه cardiac disease، ايش يكون عندهم؟ history of coronary heart disease or hypertension، غالبا تكون عندهم مشاكل بالضغط، coronary heart disease اللي هي نفس ال myocardial infarction، أو orthopnea dyspnea أو lying flat، هذا الشخص من يعني بحالة ال lying flat من راح يتمدد، راح يكون أكو فد ضغط على ال blood vessels مع الرئة. أوكي، يكون أكو فد ضغط على ال blood vessels مع الرئة، ويعني تسبب لي فد ديسنيا جماعة الكاردياك ديزيز. باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا كذلك جماعة الكاردياك كاردياك ديزيز، انه هو نايم الشخص يكون يعني يستيقظ من النوم هو بس يريد يتنفس، عنده صعوبة بالتنفس. هاي طبعا راح نشرحها بمحاضرة الكارديو هاي الحالة، بس انه هي لها علاقة بالإديما اللي تصير الجماعة الهارت ديزيز، جماعة الهارت ديزيز يصير عندهم إديما، فنتيج إنه هاي السوائل عت اللي تتجمع مثلا بالأنكل أو برجلين بشكل عام على بحالة اللاينج فلات عت ترجع للجسم. أوكي، هاي السوائل عت تصعد ممكن إنه تصل للرئة. أوكي، فبهالحالة راح تسبب لي إنه مثل الإيديما بالرئة أو تجمع السوائل بالرئة، فتسبب عند هذا الشخص ديسنيا أو نوكتورنال ديسنيا، وهذا هاي الحالة راح تتحسن إنه الشخص من راح يكون بالستاندينج بوزيشن، أو من راح يتعدل راح تتحسن حالته. زين، COPD، هسه نجي على respiratory diseases mainly exertional، مين الاكزيرشنال يعني غالبا تكون، او هاي الكرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز، غالبا الشخص يسوي فد اكسرسايز سواء كان بسيط او قوي. اوكي، يعني ابو سي او بي دي يعني يا دوب صعد درايج ونزل فصار عنده فد دسنيا، فبالحاله نسميها مين الاكزيرشنال، انه نتيجه انه اي نشاط بسيط، اي ضغط على عضله او على اللنجز، اي مجهود راح يسبب لي دسنيا. Progressive loss of exercise capacity over months and years،
يعني يخسر اللونج كاباسيتي بالحالة اوفر مانس، الاكسرسايز كاباسيتي انه يعني ممكن بالبداية يمشي فد ربع ساعة يلا يكون عنده دسنية، ورا سنة او سنتين ممكن 5 دقائق اذا مشى ممكن يصير عنده شو اسمه يعني دسنية. فهو انه هذا الشيء متطور، هذا السي او بي دي او الدسنية اللي بالسي او بي دي تكون متطورة، يعني انه تبدي فترة طويلة يلا يتعب الشخص، بعدين فترة كلش قصيرة ويصير عنده دسنية وصعوبة بالتنفس. انه سوى فد اكسرسايز كلش بسيط فالاكسرسايز كاباسيتي مالته قلت، فراح يصير راسين يكون عنده دسنية. يعني تعتمد على 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 مدى تطور الحالة اوكي، او على مدى قوة السي او بي دي. زين كونستانت اوفر دايز غالبا تكون ثابت، يعني كل الاوقات بكل الهاي موجودة هاي الحالة. ليس بروميننت اوفر نايت، وتقل اوفر نايت لان تقل المجهود وكل هاي الاشياء، يعني الشخص يجي يستريح هاي. بس ممكن انه يصير اورثوبنيا. ليش او السي او بي دي انه هي صح تكون اقل اوفر نايت لان الشخص ما يسوي مجهود، بس ممكن انه يصير عندي اورثوبنيا. ليش الاورثوبنيا؟ يعني من يكون ال شو اسمه lying flat cause يعني يكون increase the pressure على blood vessels الموجودة مع lungs، فبالحالة راح يسبب لي الأورثوبنيا. زين والجماعة COPD حتى نفرقهم عن الأورثوبنيا مع الهارت. طبعا الأورثوبنيا مع الهارت توهمت بيها انه ذكرت انه ممكن انه يصير ضغط على البلود فيزلز. لا، بحالة الاورثوبنيا الجماعة الريسبيراتوري يكون اكو ضغط على البلود فيزلز مال الرئة، فيكون عندي اورثوبنيا او يعني دسنية من يكون بحالة اللاينج فلات. اما ابو الهارت ديزيز لا، نفس السبب مال نوكتورنال دسنية اللي هي تكون على شكل نوبات اوكي، بروكسيزمال نوكتورنال دسنيا نفسه او نفس السبب نفس الاورثوبنيا. انه بس اشنو ابو الاورثوبنيا بالهارت ديزيز يعني يطول له فت ساعات يكون متمدد، يلا تصير عنده هاي الصعوبه بالتنفس تمام من يكون بحاله اللاينج فلات. يعني هسه عندنا شخص بحاله اللاينج فلات ابو الهارت ديزيز اذا تمدد الساعات طويلة يلا يصير عنده الدسنية تمام، انه after wriggling يعني after hours يعني بعد ساعات كلش، يعني ساعتين ثلاثة اربعة لما تتجمع هاي الفلود نفسها الفلود اللي تتجمع بالانكل ترجع على البدي تمام. وراح نشرحها بمحاضرة الكارديو بشكل مفصل ان شاء الله، بس عم نحكي عنه بشكل مختصر انه عندي شخص بحالة اللاينج فلات اذا كان عنده هارت ديزيز ايمت تصير عنده الاورثوبنيا اذا هو كان عنده هارت ديزيز، يكون بعد فتره كلش طويله يعني افتر هورز اوف لاينج فلات يلا تصير عنده الاورثوبنيا. انه هاي السوائل على ما تبدي تتجمع يعني ترجع من الاديما تبدي ترجع على البلود اوكي وترجع تصعد للرئه، فيلا تصير عنده الاورثوبنيا. وممكن نسبب لي نوكتورنال دسنيا انه يقعد من النوم. بس ابو السي او بي دي يصير عنده الأورثوبنيا نتيجة انه من عيكون بحالة اللاينج فلات عيصير اكو ضغط على الشيست اوكي على البلود فيزلز مال الرئة تمام، وبالحالة راح يسبب لي أورثوبنيا تمام بحالة اللاينج فلات. انه ابو اللي اسمه وهاي تكون بعد يعني بس مجرد انه صار بحالة اللاينج فلات ابو الريسبيراتوري ديزيز راسا صار عنده اورثوبنيا. اما ابو الكاردييك ديزيز بعد مده يعني ساعتين ثلاثه اربع يعني المهم بعد ساعات يلا تصير عنده الاورثوبنيا، لان هذاك انه اكو فلود عيرجع او عيصعد للرئه يلا يصل للرئه وبهالحاله راح يصير عنده الاورثوبنيا. اما هذا لا، انت من تتمدد حيكون اكو فد ضغط على البلود فيزلز مال اللنج تمام، او حيزيد البريشر زين عايزيد البريشر بالبلود فيزلز مال اللنج، فبالحالة عتسبب لي هذا الشيء أورثوبنيا.
زين ابو الازمة طبعا هي كلها بحالة السي او بي دي. زين ابو الازمة typically have variable degree of dyspnea within and between days. يعني ابو الازمة ممكن انه تكون مستمرة, ممكن انه تكون يعني بين فترة وفترة, يعني حسب هي النوبات مع الازمة. variable degree of dyspnea within days within and between days, يعني ممكن انه يكون عنده دسنية مرتين او ثلاثة بنفس اليوم, او ممكن انه كل يومين ثلاثة تجي النوبة مع الازمة ويكون عنده ويصير عنده دسنية. many patients are not dyspneic between attacks, وغالبا هذول الاشخاص او جماعة ابو الازمة ممكن انه ما يكون dyspneic between attacks, يعني بين النوبات مع الازمة هذول الاشخاص ما يكون عندهم فد دسنية, يعني تكون التنفس مالتهم طبيعي ما مثل ابو السي او بي دي مستمر. زين كاف اند ويزينج ار كومونلي بريزنت ان ديسنيا, ممكن الكاف والويزينج هي اصلا من السيمبتومز مال الازمه تمام, ويكونوا مع او مصاحبين للديسنيا, يكون عنده صعوبه التنفس وبنفس الوقت ويزينج يعني صوت بالتنفس وكاف. زين nocturnal symptoms are common, ممكن انه يكون عندهم nocturnal symptoms ابو الاثما انه يقعد من النوم ويعني عنده صعوبه بالتنفس. ليش؟ نرجع لنفس السبب اللي هو نفسه ابو الايرلي مورنينج, او انه اكو فد ميوكس سيكريشن عيتجمع وعيسبب لي اريتيشن, هذا الاريتيشن عيكون عيسبب لي تضيق بالبرونكاي, اوكي, فراح يسبب لي نكتورنال سيمبتومز اللي هو شخص يقعد من النوم ممكن انه او بالليل يصير عنده صعوبه بالتنفس نتيجه انه اكو فد اريتيشن او الميوكس, هذا الميوكس اللي عيتجمع يسبب لي اريتيشن وعيجيب لي النوبه مال الاسمه. طبعا ابو الاسمه ما يتحسس بس مجرد الميوكس, اي اريتيشن يعني في الجو من يصير تراب بشكل بسيط ابو الاسمه يعني وضعيته تصير بالحضيض. زين pulmonary fibrosis relentlessly progressive are يعني ابو pulmonary fibrosis عنده fibrosis بالرئه تمام, عيفقد الخلايا الفعاله مال الرئه تمام, فاللنج كاباسيتي مالته عتقل. هذا progressive breathlessness يعني مع الوقت هاي تظل تزيد, يعني قبل مثلا سنة كان يعني breathlessness عنده بسيط, ورا سنتين ثلاثة ايش راح يظل من الرئة, هذا الفايبروسس عيمشي progressive عيتقدم بالرئة عيقتل بعد خلايا, عيصير اكو بعد alveoli عيصير بيها fibrosis لما تظل فالجزء بسيط منه وهذا يدوب يكفي حاجة الجسم تمام, ف وبعد سنه او سنتين هذا وضعيته فد مره تسوء نتيجه انه هذا بروجريسيف انه يزيد. كان بريزنت ايفن ات ريست ان ادفانسد كيسز, وبحالات انه مثل ما ذكرت فوق انه حتى ممكن انه بحاله الريست انه هذا الشخص ما يسوي اي اكسرسايز حرفيا قاعد وصعوبه عنده بالتنفس. ليش؟ الرئه مالته والكاباسيتي مالته فد مره قلت, ما ظل عنده كم الفيولاي تشتغل تمام, كم واحدة كم جزء من الالفيولاي او فد منطقة كلش صغيرة من الالفيولاي بس هي اللي عاد تغذي هذا الجسم كله تمام, فالفانكشنال يونت مال الرئة كلش قلت او الفانكشنال سيلز كلش قليلة, فبالحالة اقل اكسجين للجسم ودسنية اكثر. زين ممكن حتى تصل انه بحالة الريس انه ما يسوي اي مجهود, انه هاي بحالة الطبيعية ما يكفي احتياج الجسم. دراي كوف, يكون مصحوب بدراي كوف. causes of dyspnea which are, هاي طبعا خلصت هاي الكرونيك. causes of dyspnea which are neither cardiac or respiratory include obesity, اذا كانت ما نتيجة cardiac disease او respiratory ممكن انه تكون نتيجة الـ obesity او severe anemia. نتيجة الـ obesity انه شخص كلش سمين وعاد تضغط يعني شايل له فد 50 كيلو فوق وزنه تمام, وضغط على الرئة وضغط على العضلات مال الصدر وكل هاي الأشياء, فممكن إنه تسبب له دسنية كذلك. ومنلاحظ إنه الأشخاص اللي فد مرة وزنهم زايد يعني يكون عندهم صعوبة بالتنفس,
كذلك جماعة السيفير أنيميا. سيفير أنيميا ما عنده أصلاً هيموغلوبين، تمام، ما عنده كريات دم حمر، ما عنده شيء ينقل الأكسجين للبادي تيشوز، تمام، فتكون عنده صعوبة بالتنفس بالحالة. زين، هسا نيجي على الأكيوت دسنية. حكينا على الكرونيك اللي تكون على شكل خلينا نقول أكيوت، يعني حاد، نوبات حاد. أكيوت سيفير أسما، أكيوت إكزاربيشن، يعني أبو الأسما من يكون عنده فد إكزاربيشن، يعني فد إرتنت كلش قوي، تمام، ممكن إنه يسبب له أكيوت دسنية، فد نوبة أسما كلش قوية. أكيوت إكزاربيشن أوف سي أو بي دي، وكذلك أبو سي أو بي دي. زين، أكيوت يعني هاي ال إكزاربيشن، يعني الأعراض اللي زيد السي أو بي دي، الأعراض اللي زيد الأسما بهالحالة، هاي الأعراض اللي زيد هذول الاثنين الأسما والسي أو بي دي، صار بيها فد إكزاربيشن، يعني زادت كلش، أو صار عندي فد إريتيشن كلش قوي لأبو ال أو الأسما والسي أو بي دي، فممكن إنه يسبب له أكيوت دسنية. أكيوت بالمنري إمبوليزم، كذلك أبو البالمنري إمبوليزم ممكن إنه يكون عنده أكيوت دسنية. أكيوت بالمنري أديمة، هذا تقريبا أهم نفسه الإمبوليزم، أهم ممكن تسبب له أديمة حتى الأكيوت سبير ها ليفت هارت فيلر. نيموثوركس نيموثوركس هي أعتقد ال شو اسمه، من يكون أكو فد سبيس بين اللنج أو بين ال البلورا، أوكي، إنه صار أصلا عندنا اللنج يعني مثل الفشة، خلينا نقول، تمام، فمن تفش اللنج ماكو ضغط سالب يسحبه ويرجعه، تمام، فبالحالة ممكن إنه يسبب لي أكيوت دسنية. زين، سيفير نيمونيا، نيمونيا اللي هي الالتهاب بالألفيولاي، من يكون عندنا سيفير نيمونيا إنه فد التهاب كلش قوي بالألفيولاي ومنتشر، وكثير من الألفيولاي ما عاد تشتغل أصلاً، ما تكون فانكشنال، ما عاد تشتغل، بالحالة ممكن يسبب لي دسنية. upper airway obstruction، من تكون عندي انسداد بالأيرويز، تمام، مثل الفورين بادي انهاليشن، لارنجيال اديما، انافيلاكسيز، مثل الفورين بادي انهاليشن ممكن شخص ابتلع في الجسم غريب، تمام، ممكن انه هذا يسبب لي صعوبه التنفس لان انسد اصلا المجرى مع الهواء. لارنجيال اديما لازم انافيلاكسيز، انافيلاكسيز هو تفاعل حساسيه، ممكن انه يسبب لي لارنجيال اديما. لارنجيال اديما هي نفسها انه يصير كونستركشن بال 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 بال, بال, بال باللارينكس او بهذه المجرى مال التنفس، اوكي، يصير فد كونستركشن نتيجه تفاعل حساسيه او الانافيلاكسيس، فبالحاله راح يسبب لي مثل الإديمة، او يعني راح يتضيق بهالحاله، يقصد بيه انه يتضيق، تمام، يعني هو ابستراكشن. زين، اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، هاي اللي جماعه الطوارئ، ممكن انه على غفله هذا الشخص الرئه مالته بعد ما تقدر توفي الجسم احتياجه من ال من الـ من الأكسجين، تمام، فتسبب له أكيوت دسنية. ميتابوليك أسيدوسز، هاي الأسيدوسز خلي بس أذكركم بيها، بالمرحلة الثانية بالسيستم مال ريسبيراتوري أخذنا هذا البور إفكت. البور إفكت قلنا هذا ممكن إنه شيفت ليفت أو شيفت رايت. البور إفكت هو الهيموغلوبين أفينيتي أو الساتوريشن، إنه تشبع الهيموغلوبين بالأكسجين، تمام، فبحالة الأسيدوسز راح تقل الأفينيتي مع الأكسجين للهيموغلوبين. الهيموغلوبين من يصير عندنا فد أسيدوسز، أوكي، يكون عندنا ديابيتيك كيتوزيوريميا sometimes of poisoning like aspirin، من يصير عندنا ميتابوليك أسيدوسز، من نزيد ال pH بالحالة راح تصير ال الأفينيتي مال الأكسجين للهيموغلوبين كلش راح تقل، تمام، بالحالة إيش راح يصير؟ الهيموغلوبين ما راح يرتبط بشكل أقل مع الأكسجين، فالهيموغلوبين يروح التشوز شايل، يا شايل نسبة قليلة من الأكسجين، أو ممكن إنه بارتيكلز من الهيموغلوبين ما بيها أي هيموغلوبين، ما بيها العفو أي أكسجين، تمام، فراح يقل نقل الأكسجين للتشوز، وبالحالة ممكن نسبب لي أكيوت
او acute dyspnea. والphysiogenic hyperventilation انه شخص psychogenic العفو انه شخص يعني شغله نفسيه هذه تمام، انه شخص عنده hyperventilation فهذا ممكن انه يسبب لي dyspnea نتيجه انه تروما او ستريس او ايا كان راح يسبب له صعوبه بالتنفس. هذا كل اللي موجود بهاي المحاضره، واتمنى تكون مفهومه، ونشوفكم المحاضرات الجايه. تصبحون على خير.